السلام عليكم متابعي قناة مغربي في كندا. الفيديو ديال اليوم غادي يكون ان شاء الله مخصص الفيزا ديال السياحة ولا فيزا تمبوريغ بالنسبة للناس اللي كيبغيو يزوروا كندا كسياح، ولا الناس اللي كيبغيو مثلا يزوروا ولادهم، عندهم مثلا شي ولاد كيقراو في كندا بغيو يزوروهم يدوزو معاهم واحد الوقيته ويرجعوا. فهذه فيزا السياحة، فبزاف ديال الناس طلبوني على هاد الفيزا. كاينين بزاف ديال الاشكال والانواع ديال الناس اللي طلبوا مني هاد الفيزا، كاين اللي بغاها مثلا مرأة مثلا بغات تزور راجلها واحد المدة وترجع بما خرجوا لها الاوراق ديال الباريناج، كاين اللي بغى كيقرا في كندا بغى والديه يزوروه يدوزوا معاه واحد 5 شهور ولا 4 شهور ويرجعوا، كاين اللي باغي يجي ويحرق الفيزا. واخا انني ما كنصحش بهذه القضية ديال تحرق الفيزا، لان الا حرقتي الفيزا ما غاديش، ما عندكش الحقوق، ما تقدرش مثلا تخدم، خصك تخدم غير في النوار، يعني تخدم تحت الطبلة ويحرصوا عليك. فكاين بزاف ديال الانواع ديال الاسئله اللي طلبوا مني، ولكن كلهم كينصبوا في هذا المجال ديال الفيزا ديال السياحه. فكاين واحد الشخص طلب مني قال لي دير لي، انا كنقرا في كندا، ما عقلتش واش في كيبيك ولا في نيو برونزويك، وقال لي بغيت نجيب والديه وقال لي كيفاش ندير هذه القضيه. فللاسف الا كنتي بيرمانون ولا كنديان، عندك جنسيه كنديه، فهاد الحاله تقدر دير لهم واحد حاجه سوبرفيزي، يقدروا يجيو يقدروا يعيشوا في كندا، ياخذوا تاهم الاوراق ديالهم. ولكن الا كنت باقي غير كتقرا يتيديو يدخلون، يعني تاهم غادي تقدر تجيبهم هاد الفيزا هادي، يعني ما تقدرش تجيبهم مثلا هذيك الطريقه الاخرى. فعلى بركة الله غادي نبداو. فقبل ما نبدا الاخوان، ما تنساوش الاخوان نتوما كتشوفوا الفيديو اول مره ديروا اشتراك، ديروها دابا قبل ما تنساو باش يوصلوكم الفيديوهات ديالي ان شاء الله. والناس اللي ديجا كيشوفوا لي فيديو ديالي وكيشجعوني كنشكركم بزاف، وما تنساوش انتوما ديروا لايك وتبارطاجيو لي فيديو باش تعمل فائده للجميع. اذا على بركة الله نبداو. فيزا دو فيزيتور او سوجي دو دوكيمون. او سوجي دو دوكيمون، شنو هو سوجي دوكيمون؟ يعني غادي نشوفوا هنا قالك ان فيزا دو فيزيتور او سي ابلي فيزا دو ريزيدونس ولا ريزيدون بيرمانون تمبورير. تمبورير يعني كدوز واحد لواحد البيريود اللي هما كيقول لك هنا ما خصهاش تفوت 6 موا، ما خصهاش تفوت 6 موا، تقدر دوز 5 شهور 3 شهور شهرين هادي وتعاود ترجع. ان فوا كتفوت 6 شهور يعني كتكون انت الايليغال. واخا بعض المرات الناس كيطبعوا لهم في الباسبور 5 سنين، بحال مثلا شي واحد بغى يعيط على والديه يجي يدوزو معاه مثلا واحد الوقت، يقدروا يعطيهم 5 سنين في الباسبور. يعني مثلا بحال الباسبور يلاه صايبوه باقي فاليد 5 غادي يعطيوه 5 سنين ديال الفيزا، ولكن ما غاديش يقدروا يجلسوا 5 سنين كلها متابعه، اذا خاصهم يخرجوا لشي دوله اخرى ويرجعوا. الناس اللي كيديروا بزاف واحد الطريقه كيربشوا مثلا الامريكان وكيعاودوا يدخلوا من الحدود وكتبعوا لهم بانهم راه دخلوا لكندا، فهاد الحاله كتسمى تور دو بوتو، كيديروها بزاف ديال الناس، فما كيضطرش يمشيو حتى للمغرب ولا حتى لاوروبا باش عاد يرجعوا، يعني كيمشيو غير الامريكان كيعاودوا يدخلوا. فوالا يعني هاد الطريقه، يعني كي قلت لكم هاد اغلبيه ديال الناس كيديروها، وما خصكش تفوت 6 شهور، يعني تقدر تجي دوز شهرين 3 شهور 4 شهور وصافي، يعني ما خصكش تبقى. كي قلت لكم كاين الناس اللي كيبغي يحرقوها، ولكن ما كننصحش الناس يحرقوا الفيزا ولا يحرقوا، احسن تجي ليغال، ليغال باش تستافد من الحقوق ديالك وتعيش مرتاح. حيت كاينين بزاف ديال الناس كنقولها دائما اللي كيجيو كيحرقوا الفيزا الله يستر كتوخر بهم، كتلقاهم كيطلبوا حدا الجوامع ولا كيطلبوا حدا السوبر مارشي ولا، علاش؟ لانه ما كيتوح ما كيبقى يبغي يخدمهم، وكاع انا خدمهم شي واحد كيخدمهم تحت بلاو وداكشي ما غيخلصهمش مزيان. الا كان السميك مثلا 12 دولار الساعه 12 ونص الساعه، غادي يخلصهم مثلا 5 دولار ولا 6 دولار، 6 دولار ما غادير لك والو هنا في كندا. فوالا هنا غنشوفوا دابا الخطوات. كفا بالنسبه اللي في خدي الفيزا راه ما غاليينش، راه 100 دولار كندي تقريبا 80 اورو ولا 800 درهم مغربيه. كي بي بريزونتي اون دوموند. فالناس اللي كيبغيو يديروا هاد الدوموند، شكون خصي، شنو هما الشروط خصي توفرو فيك؟ خصك تكون، يكون عندك طبيعة الحال الباسبور، يكون عندك عاوتاني تكون انت الصحة ديالك جيدة، ما يكونش عندك شي مرض اللي كي معدي، بحال شي واحد مثلا فيه السكر ولا فيه طونسيون، هذا ماشي مشكل، هذا ماشي مرض معدي، يعني اغلب بزاف ديال الناس فيهم هادشي، ولكن هذا ما كيأثرش زعما على الحياة ديال الناس الاخرين.
ولكن الناس اللي عندهم شي مرض معين بحال السل مثلا، بحال مثلا الله يستر شي حاجه اللي كتعدي الناس، هذوك الناس ما يقدروش يدخلوا لكندا. انا تكون طبعا حالي يكونش عندك شي سوابق يعني في جرائم ولا كريمينال ولا شي حاجه، وهنا هي الخطوه، هذه اهم خطوه في الفيزا هي هذه، هي كونفانكر ان اجون ديميغراسيون كو فو روتورني دون فوتر بيي دو ريزيدونس ا كوز دو ليان que vous avez comme un emploi, une propriété, des actifs financiers ou de la famille. Face à les qui chauffent le vidéo de la première fois, quand on parle dans le français, il y a un amateur très bizarre pour le français, un amateur de langue dans le français. ولكن بزاف ديال الناس كيتابعوني كيبغوني ندير بالفرنسي لانهم كيهضروا بالفرنسي اكثر من الانجلي، فداك الشيء علاش كنديرو بالفرنسي. فوالا فبالنسبه كي قلت لكم هذه الخطوه، يعني خصك انت تقنع لاجون ديال الفيزا. غتقول لي مثلا بحال مثلا شي اباء مثلا بغاو يزوروا ولدهم، فهاد الحاله كتكون سهله دغيا كيعطيهم فيزا. علاش؟ اول حاجه كيكون لاج ديالهم كبير، يعني ماشي واحد يلاه تعرفت عنده 55 عام ولا هادي يلاه غادي يمشي يدبر على خدمه. ثاني حاجه كيكون عندهم، يعني كتكون عندهم مثلا ولادهم في المغرب، ولا كيكون عندهم ديجا كاين اللي كيكون عنده املاك ديالو مثلا دار ديالو ولا بارتمان ديالو، كاين كتكون عنده ارض، يعني كيكون عنده شي اللي راه يخليه يرجع للمغرب ولا الجزائر ولا شي حاجه. هذا من بين الاسباب. ومن بين الاسباب اخرى عاوتاني، يعني يكون عندك مثلا كونت في البنكة في شويه الفلوس ولا شي حاجه، ويعني ولا شي خدمه مع الدوله، يعني شي خدمه ولا كتخلص فيها مزيان، بحال شويه كتخلص 20,000 درهم ولا 30,000 درهم، يعني تقريبا 2000 أورو ولا 3000 أورو مثلا في المغرب. هذا طبعا الحال سهل باش يعطيو الفيزا، لانه عنده خدمه ديالو مزيانه في المغرب، علاش غادي يجي لهنا كندا؟ يعني ما غاديش يخليها باش يجي لهنا. فوالا يعني كيقول لك هذا، يعني لاجون كيدير جوجمون ديالو، كيشوف هذا ماشي بحال واحد كيشد 200 أورو في الشهر في المغرب، يعني 2000 درهم في الشهر، وقال لك مثلا بغي يجي للسياحه. هذا بطبيعه الحال غادي يقول لك يعني غالبا ما غاديش يرجع، مثلا ما عنده لا املاك، ما عنده لا دار، ما عنده لا اولاد لا والو، هذا غالبا غايقول لك باغي نمشي تما كندوز 10 ونرجع، فهذا مشى غالبا ما غاديش يرجع. فهادو يعني قليل باش يوافقوا عليها. كي قلت لكم هذه كتبقى على حسب الجوجمون ديال لاجون ديال ليميغراسيون هو اللي كيجوج. اوكي عاوتاني هنا عندنا convaincre un agent d'immigration que vous quitterez le Canada à la fin de votre séjour، يعني غادي تقنعو بانك غادي سالي داك السيجور ديالك غادي ترجع ما غاديش تبقى تماك. avoir suffisamment d'argent pour votre séjour، يكون عندك طبيعة الحال مثلا كنت غادوز شهرين تكون عندك واحد 2000 دولار مثلا دولار كندي باش تقدر دوز هذاك الشهرين، يعني ما يمكنش انت غتمشي سياحة وغادي معاك 100 دولار ولا 200 دولار. فاول حاجه غيسولك غيقول لك 100 دولار 100 دولار ما تدوز لك هنا في كندا تا سيمانه ما تدوزهاش لي، اش من سيمانه أو 3 ايام ما تدوزهاش لك، غير الترونسبور داك الشيء راه ما تدوز لك والو. هنايا الشرط الاخر لو مونتو نيسيسير ديبوندرا دو لا دوري دو فوتر سيجور اي فيريرا سولون كو فو سيجورني دون ان اوتيل وشي دي زامي او دي بارون. يعني في نفس السياق، يعني في نفس زعما الفلوس، واش عندك فلوس كافيين باش تجي دير سيجور؟ قال لك كيختلف المونطو، كيختلف بحال واحد مثلا غادي يجي يدوز السيجور عند مثلا ولادو، هذوك ولادو غيصرفوا عليه، غادي يخرجوه، غادي يديروا كل شيء، يعني ما غاداش يحتاج بزاف ديال الفلوس. ولكن واحد مثلا اللي غادي لوطيل، هذا طبعا الحال خاصو دي خاصو هذاك مثلا غيدوز شهرين، خاصو على الاقل بعدا واحد 3000 دولار. الا كان غادي يجي عند ولادو مثلا تقدر 1000 دولار تقدو، مثلا 1000 دولار تقدر تقدو ولا 2000. اوكي وخصك دوز واحد الفيزيت ميديكال باش يشوفو يعني هما غادي يقولوا لك، يعني ماشي السيغ ولكن غايقول لك واش خصك دوز فيزيت ميديكال ولا لا. وعاد عاوتاني هاد القضيه مهمه بزاف، هاد ليتر دانفيتاسيون غيديجي باغ اون بيرسون كي في او كندا. يعني بحال دابا مثلا انت يا مثلا بغيتي تعيط على والديك، يجيو دوزو معاك مثلا الصيف، ولا مثلا دوزو معاك الربيع، مثلا دوزو معاك مثلا شهر 3 حتى لشهر 6، ولا مثلا يجي دوزو معاك العيد الكبير، ولا يدوزو معاك رمضان.
خاصك تكتب لهم واحد ليتر دانفيتاسيون. هاديك ليتر دانفيتاسيون غادي تشوف واحد ليكزومبل. هاديك ليتر دانفيتاسيون راه خاصك تكتب هنايا، تكتب فيها نو او كومبلي يعني سميتك. هنا كيف شفتو نعاود لكم من الاول، vous devez inclure les renseignements suivants au sujet de la personne invitée. يعني هنا اش كتعني؟ انا خصك تكتب لي رونسينيمون سويفون او سوجي دو لا بيرسون انفيتي، يعني انت خصك تكتب المعلومه ديال الشخص اللي انت غادي تعيط عليه. يعني غتكتب لي سميتو، لا دات دو نيسونس، لادريس، نيميرو تليفون، لادريس ديالو في المغرب مثلا، والتليفون ديالو، ليان افيك فو يعني اش كيجيك، مثلا تقول ليهم مي بارون مثلا، بو دو فواياج يعني فيزيت فاميليال، غيجي دوزو معايا واحد الوقيته يعني فيزيت فاميليال، دوري دو سيجور بريفي او كندا، ولا مثلا غيدوزو معايا 3 موا ولا 4 موا، هو خا غيدوزو معاك 3 ولا 4 موا غالبا غيعطوهم مثلا مينيموم 6 موا ولا غيعطوهم 5 موا. اوندروا او لا بيرسون ابيترا اي كومون ايل بيرا سي ديبونس. وهنا كتبين لهم عاوتاني لوندروا فين غيسكنوا معاك. حتى بحال مثلا عندك كات خدمي، غتقول لهم انا مثلا عايش انا ومرتي، غادي يجيو يجلسوا انا في الشومبر الاخرى. ولا مثلا انا عايش مثلا بوحدي، غادي يجيو يسكنوا عندي، كاين عندي عندي سباس فين يجيو يجلسوا معايا. وغتقول لهم دات دو ديبار بريفي دو كندا، يعني غتقول لهم عاوتاني بحال مثلا غيجيو عندي في البرومي مارس، غادي يمشيو مثلا في لو كانز مثلا جوان مثلا. او في البارتي الاخرى خصك دير حتى انت لي زانفورماسيون ديالك، سميتك، نيتك، غادي لادريس نيمو التليفون ديالك في كندا طبيعة الحال، تيتر دو بوست يعني شنو كدير مثلا، واش كتقرا، واش خدام، ولا شنو هادي. غادي دير عاوتاني سي فوزيت سيتويان كنديا او ريزيدون بيرمانون، الى ما كنتيش ريزيدون بيرمانون غدير انك ايتيديون اترانجي، غدير نيميرو دو تراف، غدير بيرمي دو ترافاي ديالك، بيرمي ديتود، فوتوكوبي دات ان اتيستاسيون دو فوتر ستاتيو او كندا باغ اكزومبل، سيرتيفيكا دو ليسانس او كندا سيتويان، كوبي دو كارت ريزيدونس بيرمانون سي فوتي ريزيدون بيرمانون. الى ما كنتش ريزيدون بيرمانون كيكليكوم غادي دير طبيعة الحال غدير لهم مثلا انا ايتيديون ايتيديون اترونجي، ودير ليهم عاوتاني راه انا كنقرا هنا، بغيت والدي يزوروني غير واحد البيريود غادي يرجعوا، ماغاديش يبقاو. كي قلت لكم قبيله فبالنسبه للناس اللي عندهم غير تومبوغيغ ماشي كندي او ماشي ريزيدون بيرمانون، فما يقدرش يديروا هاد السوبر فيزا. هاد السوبر فيزا كيديروها الناس اللي عندهم الجنسيه الكنديه واللي عندهم ريزيدونس بيرمانون. اونسيمون سور فوتر فامي comme le nom et de la date de naissance, votre époux, épouse et de personnes à votre charge. Ces renseignements sont obligatoires dans le cas d'une demande de super visa pour parents et grands-parents. Il y en a de super visa qui peuvent être les parents d'elle ou qui peuvent être les grands-parents d'elle. Je veux dire que ça peut être. Ok. وكتقول تقول عاوتاني النومبر دو توتال دي بيرسون فيف دون فوتر دوميسيل، يعني بحال مثلا اللي كنتي عايش انت ومرتك غدير دو بيرسون. فوالا داكشي الاخر ديال السوبرفيزور ما غاديش نهضروا عليه، لان الناس حنا كنهضروا دابا غير على الناس اللي باغيين يجيبوا والديهم ولا شي ناس اخرين، لا من العائله غير طومبوغير. و فبالنسبه للناس اللي عايشين هنا في كندا وعندهم لا ريزيدونس ولا عندهم الجنسيه، فيقدروا يديروا هاد السوبرفيزور، فكيقدروا يجيبوا والديهم ومن بعد يقدروا من بعد ياخذوا الجنسيه ديالهم والوراق ديالهم. فهذه هي لا ليتر دو دانفيتاسيون. فمن بعد ملي كدير لا ليتر دانفيتاسيون يعني صافي كتبقى كتعمر هذا الشيء، كدير لا ليتر بحال مثلا لا ليتر دو دانفيتاسيون، تقدر تصيفطها لهم هما يدفعوا من تماك، ولا تقدر انت تدفع لهم من هنا، يعني تقدر تدفع لهم الوراق ديالهم ولا الفيزا من هنا. غادي تقول لي كيفاش غادي ندفع، غتمشي هنا كومون بريزونتي ان دوموند. المهم هنا غادي تشوف كيفاش دوز كيفاش تدفع الدوموند، كومون بريزونتي ان دوموند. من الاحسن دوزو اون لين، غيقول لك انا اون لين ولا بابي، حاولوا ديروا اون لين، يعني اون لين كيكون سهل.
انا في الاول كيسولك واش في كندا ولا خارج كندا، غدير من طبيعه الحال خارج كندا، غيقول لك واش بغيتي اونلاين ولا سيغ بابي، غدير احسن اونلاين، ومن بعد غتاخد لي زانسكريبسيون. لي زانسكريبسيون هنا كيفاش غادي تدفع اونلاين، كيفاش غادي تخلص لي فخي. مثلا الشخص اللي باغي يعيط على مثلا والديه ولا شي حاجه، هو يخلص كارت كريدي، يخلص لهم لي فخي حتى هي 100 دولار، شي حاجه اللي غاليه. وباش تقري لقيت داستريكسيون يعني باش تعمر، كيفاش تعمر داكشي، كيفاش تدفع اونلاين، كتكليكي على هنا وكتقرا هاد الجيد، فهو كيشرح لك بالتفصيل. ما نقدرش نقراه كله لان جيت غنقرا غنسقو في شي ساعتين في الفيديو، انت غتقرا بشويه عليك يعني. كل شيء كاين هنا في الانترنت في هاد السيت، تقدر تقرا بالفرنسي وتقدر تقرا بالانجلي، عندك لوبسيون. الا بغيتي دير لونجلي كتطلع الفوق كتكليك على انجلش، غادي يعطيك انجلش صافي. من بعد ملي كتدفع الدوموند ديالك، فبالنسبة للدوموند غتقول لي مثلا انا ديك ديال انفيتاسيون كتبتها بايدي وصيفتها لهم، كيفاش غادي يديروا ليها؟ فبالنسبة للناس اللي غيدفعوا اونلاين، راه كلشي داكشي كتصور غير بالتليفون ولا كتسكاني وكت ابلودي في السيت. يعني مثلا ليتر دانفيتاسيون وداكشي لي دوكيمون كاملين اللي عندك مثلا، ولا ما شي ورق اللي بغيتي تدخلهم في الدوسيير، كتسكانيهم وكت ابلوديهم في السيت. فبالنسبة للديلي هنشوفو شحال ديال الوقت كياخد، نشوفو مثلا نديرو فيزا تمبوريغ ريزيدنس اوكيفال فيزيت، وغادي نشوفو هنا فيزا دو فيزيتور دو ليترونجي. عندنا بلاد ماروك مثلا اكزومبل، نعطيكم من الجيري من تونس شي حاجه، حنا ناخذ ماروك فاليدي دير تريتمون. فشتو ما كتعطلش بزاف، دير تريتمون كتكون تخون دو جور من المغرب. نشوف مثلا الجيري، الجيري 30 نهار، يعني دير مثلا في المغرب كيكون 32 يوم، وفي الجزائر 30 يوم. نشوف عاوتاني تونيزي، نشوف المغرب الكبير باش تروح متقلق منه، نشوف تونس شحال، تونس 57 يوم، يعني تونس 57 يوم، المغرب 32 يوم، والجزائر 30 يوم. هذا هو الوقت ديال التريتمون صافي. فاش كيتريتي الدوسي ديالك كيعيطو عليك ديك الساعة، فاش كتمشي كتدوز لونتروتيان مع لونتروفي مع لاجون، ولا جون حاول تقنعو، قول لي فوالا انا جاي نمشي ندوز واحد البيريود غادي نرجع، ولا سولك واش غترجع ولا لا، تقول لي اه غادي نرجع. وغادي يسولك يعني شنو هما الضمانات اللي خليني انا باش نعرف غادي ترجع، تقول لي فوالا راه عندي الخدمه ديالي، انا كندا بغيت غير نمشي نزور هادي. وغادي تحاول تقنعو، يعني انت كل واحد الطريقه ديالو كيفاش غيقنع. فاش كيشوف لاجو انك قنعتي، ديك الساعه كيعطيك الفيزا، وديك الساعه تقدر تجي تزور. كاين مثلا شحال واحد سولني قال لك بغيت نجي لهنا سياحه، ومن بعد نقلب على شي يكون تسجل فيها باش نخدم. كاين اللي بزاف داروها، واحد السيد كنعرفو تلاقيت معاه غير هذيك السيمانه اللي فاتت، قال لي اش دار هو سياحه هنا، ما كانش واحد كان قال لي في الفيديو، كان قال لي شحال هذيك، كنت جلست هضرت هاد القضيه وقال لك لا راه ما كايناش. السيد هضرت معاه شخصيا، واخا انها كاينه واخا ما دايره في السيت، يعني ما يبغوش يشجعوا هادشي، ولكن السيد دار اش دار تقيد، دارت فيزا سياحة، جا لكندا، تسجل في واحد الكوليج، واحد السيجيب سميتو سي دي اي، اش دار جا لهنا وتقيد معاهم، قال لهم بغيت نقرا صافي. هما وافقوا لي على سميتو على التسجيل، لقاو فيه الشروط، تسجل ودفع البروسيدور من كندا. يعني قال لهم مثلا بغيت ناخذ بيرمي دو ديتيد، ندفعو من كندا وصافي. فاش دوزو تخيطو لي الدوسي ديالو، وافقوا لي، عطاو بيرمي دو ترافي، عطاو بيرمي دو ديتود، وراه هو دابا تبارك الله هنا، راه غادي ترونكيل، راه غادي يكمل لي زيتيد ديالو، غادي يدفع الريزيدونس بيرمانونت. يعني كاين هاد القضية، كاين اللي كيجي سياحة وكيقدر يلقى يقدر يتسجل في شي ايكول، ولا يقدر يقلب على خدمة، يقدر يلقى شي مشغل اللي يخدمو ويدفع ليه بيرمي دو ترافاي من هنا. يعني كاين هاد الشيء، يعني الواحد حاول يجي، يقدر يجي لهنا ولا يقدر يدفع من بلاده. يعني هنا غيكون عندك الحدود اكثر، علاش؟ لانك غتقدر تمشي تقلب على المشغلين لايف، يعني تقدر تقنعهم.
الا ما قدرتيش راك كاين داك السيت ديال indeed.ca، راه هذا السيت راه كنهضر عليه دايما، دخل ليه وقلب على مشغلين وصدف عليهم لي سيفي. وبزاف ديال الناس تبارك الله من هاد اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي، راه اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي راه دفعوا وجاوبهم مشغلين وعطاهم لي كونطرا. وكاين شي وحدين طبيعي ما كيشوفوش لي فيديو ديالي، يعني عن طريق الصدفه شافوا لي فيديو ديالي كي حنا دفعنا ديجا وجاوبونا. ماشي زعما كنقول لكم كاع الناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي راه بسببي انا باش جاتهم هاد لي كونطرا، لا، كاين اللي شاف معلومه من عندك، كاين شاف معلومه من عند شخص اخر، هذا هو المهم، ماشي المهم يشوفها من عندي ولا من عند واحد اخر، المهم هو ان تقضي الغرض، يعني يسهل عليك الله وتجي، هذا هو المهم. كي شفتها من عندي انا ولا عند شي وحدين اخرين اللي عندهم قنوات اخرين كيهضروا على هادشي، فماشي هادشي انا كيفرحني انا نشوف واحد خد الورقه ديالو جا، داك هو المهم، كي شافو من عندي ولا من عند واحد اخر هادشي ما غاديش يزيدني، ما غاديش ينقصني حتى شي حاجه. المهم هو الواحد يقضي الغرض. وفوالا هادو هما هادو ليكسبيرونس اللي كنشوف ديال الناس، جاو في الناس هنا ودبروا على كونطرا. وكاينين عاوتاني الناس اللي دفعوا من بلادهم وخداو كونطرا. فوالا هادشي اللي كان اخوان، نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.